السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عودة مجددة إليكم متابعينا لاستكمال أشغال اليوم الثالث من فعاليات المؤتمر العربي الخامس المقام بالجزائر كأول ملتقى مؤتمر افتراضي عن بعد نظرا لأجواء الجائحة التي ندعو أن تمر على كل الإنسانية، لا سيما المجتمعات العربية والإسلامية القادمة بصحة وعافية. إذا عودة إلى أجواء المداخلات وما يحمله هذا البرنامج اليوم، كنت وقت أشرت قبل قليل إلى مداخلة الأستاذ عباد درانيا الذي سيقدم لنا موضوع مقصود بمراجعة لحال مشاريع الويكي العربية. إذا الأستاذ عباد درانيا محرر في ويكيبيديا العربية منذ عام 2009، وهو المنسق العام الحالي لمجموعة ويكيميديا بلاد الشام وموظف في فريق الاستراتيجية بمؤسسة ويكيميديا. إذا اسم لطالما طرح حوله العديد من النقاش في الجزائر، هنا اسم شاب له العديد من الإسهامات في هذا العالم الرقمي الكوني. بدون إطالة أحيل لك الكلمة أستاذ عباد درانيا لتقديم هذه المراجعة لحال مشاريع الويكي العربية، تفضل. مشكور. أستاذ لا نسمعك، صوتك غير مسموع. ليس بعد. إذن سنناقش مع الأستاذ عباد درانيا هذا الموضوع الذي هو في إطار استتباع مخرجات ألو، التواجد العربي بمجموعة الويكي العربية. نعم، التحق معنا الأستاذ عباد درانيا. هل أنت تسمعنا أنا ونسمعك؟ أسمعك. نعم، تعال تفضل تفضل. شكرا لك. إن أمكن إعطائي لطفا صلاحية تقديم الشاشة، عرض الشاشة لكي أستطيع البدء، وعذرا على التأخير. أنا يعني كنت الآن في عرض ولكن لا أعرف ماذا ترى. شكرا لك أستاذ كمال على المقدمة، وسوف أبدأ الآن عرض تقديمي وأرجع للشريحة الأولى. ترى من شاشتي الآن. أهلا وسهلا جميعا، وعذرا للتأخير البسيط في بدء الجلسة، وشكرا مرة أخرى أستاذ كمال. فموضوع جلستنا اليوم إن شاء الله سوف يكون عن عرض لمراجعة أو دراسة تقارن وضع ويكيبيديا العربية حاليا بنسخ ويكيبيديا بمختلف اللغات، وتقوم بتحليل لمختلف الجوانب التي تقوم بها الموسوعة حاليا من حيث الأمور التي فيها قوة أو فيها تميز للنسخة العربية عن النسخ الأخرى، وكذلك الأمور التي فيها مشكلات أو نقص وتراجع عن النسخ الأخرى. وسوف تتضمن الجلسة كذلك توصيات بخصوص كيفية علاج هذه المشاكل. للمناسبة هذا كان أيضا عنوان جلسة أردت تقديمها قبل 6 سنوات من الآن في أول نسخة لمؤتمر ويكي عربية في تونس، ولكن للأسف في ذلك الحين لم أستطع الحصول على تأشيرة لدخول تونس في الوقت المحدد، لذلك لم يكن هناك عرض تقديمي. والآن هذا أول مؤتمر ويكي عربية أقدم فيه هذه المداخلة، والتي كنت أتمنى أن تكون أشبه من مداخلة سنوية تشبه ما يكون في أيضا في مؤتمر ويكي مانيا العالمي حول حال مشاريع الويكي عالميا، وأرجو أن يكون لدينا مثيل مشابه لكي نقوم بمراجعة ونظرة مستمرة إلى حال مشاريعنا العربية. هذه الدراسة موجودة بالكامل على موسوعة ويكيبيديا،
فأرفق هنا رابط للمهتمين بالرجوع إليها، لأن ما سوف أقوم به اليوم هو مجرد تلخيص وإعادة تقديم للمحتوى الموجود على الموسوعة، لأنه محتوى طويل ومفصل، وأعرف أن الكثيرين قد لا يحصلون على الوقت لمراجعته. للعلم هذه الدراسة ليست عملي وحدي، كان هناك مساعدة قيمة جدا من زملائي ميشيل بكني في موضوع إضافة الرسوم البيانية وتدقيق المحتوى واللغة، وأيضا زميلي جار الله وهو إداري في ويكيبيديا كذلك قام بمراجعة وتطوير القسم المتعلق بموضوع التقنية حاليا في ويكيبيديا العربية، والذي سوف نأتي له في نهاية هذا العرض. ما هي أهداف هذه الدراسة؟ الهدف من هذه الدراسة هو أولاً أن يكون هناك أساس نقارن فيه الموسوعة العربية بغيرها من الموسوعات، فحتى الآن ليست هناك دراسات منهجية كثيرة أو منظمة حول ويكيبيديا العربية. آخر وأهم دراسة كانت الدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد قبل تقريباً 10 سنوات، والتي تضمنت ورشة في عمان وورشة في القاهرة، أظن أن عدة أشخاص من الموجودين هنا شاركوا فيها. الهدف أيضا هو أن نستطيع أن نتعرف أكثر على ما هي مكامن القوة والضعف في موسوعتنا، لأنه حينما نعرف هذه المكامن نستطيع أن نركز على نقاط القوة وأن نعالج نقاط الضعف، ولكن الأهم هو أن يكون لدينا أساس واضح لكي نقوم بتوصيات أو نضع خطط واضحة لكيفية علاج هذه المشكلات وكيفية التقدم فيها. وهنا قد أكون متأثر قليلا بموضوع استراتيجية ويكيميديا الذي قد تعرفون أني أعمل عليه، لأنه من المهم بصراحة أن يكون أيضا لدينا استراتيجية لويكيميديا العربية لكيف نريد تطويرها، خصوصا مع وجود نشاطات منظمة مثل مؤتمر ويكي عربية ومثل مجموعات المستخدمين التي تشهد نمو مستمرا، وهذه المجموعات لديها فرصة لعمل جهد منظم أكثر وخطط محكمة أكثر لعلاج مشكلات منهجية. أسلوب هذه الدراسة هو أسلوب علمي قدر الإمكان، أو هذا هو الهدف منها، أو أسلوب أكاديمي ربما نقول. فقد اعتمدت الدراسة على مصادر عمومية للبيانات ومصادر من ويكيبيديا نفسها مثل ويكيستاتس، كانت أحد المراجع الرئيسية. الأسلوب الرئيسي للدراسة هو تحليل البيانات العددية، فلم يكن هناك ليس هناك يعني آراء شخصية أو انطباعات شخصية على الأقل بنيتي ضمن هذا العرض، وإنما الهدف الرئيسي هو النظر إلى البيانات ومحاولة استخلاص نتائج إحصائية يمكننا من عبرها أن نفهم وضع ويكيبيديا العربية الحالي والمشكلات التي تواجه ويكيبيديا العربية. طريقة وصف البيانات أيضا هي طريقة موضوعية بحتة، وأحاول أن تكون بدون آراء شخصية. والهدف النهائي أو الطريقة بشكل عام من الدراسة هي القيام بمسح عام لمختلف جوانب الموسوعة، ولكن بسبب حجم البيانات الكبير وتنوعها الكبير فلن يكون هناك تعمق هائل في هذه المجالات، وإنما قد يكون هناك حاجة لدراسات تفصيلية أكثر عن بعض الموضوعات لتحديد أسبابها أو المشاكل منها، لأن البيانات تساعدنا على أن نعرف مواضع المشكلة ولكن ليس بالضرورة على أن نجد الحل. وبعد أن قمت بهذا التوضيح سوف أبدأ الآن بشرح الخلاصات التي حصلت عليها بعد أن نظرت إلى إحصاءات وبيانات ويكيبيديا العربية في جوانب كثيرة جداً، وقمت بتصنيف هذه النتائج إلى النتائج الإيجابية والنتائج السلبية، وسوف نبدأ الآن بالإيجابيات لأنه يجب أن ننظر أولاً إلى نصف المليان من الكأس. فالأمر الأول الذي سوف أتحدث عنه هو موضوع الإقبال على موسوعة ويكيبيديا العربية، وأعتقد أن هذا موضوع مهم جدا، لأنه الهدف النهائي لأي موسوعة هو أن يكون لها قراء وأن يستفيد الناس من محتواها. للتوضيح، الرسم البياني الذي ننظر إليه الآن لا يعبر عن عدد زيارات ويكيبيديا العربية بحد ذاته، وإنما يعبر عن نسبة التغير في زيارات الموسوعة. فمن حيث المبدأ، زيارات ويكيبيديا العربية هي في مرتبة جيدة نسبياً، هي المرتبة 11 عالمياً. هناك أكثر من 300 مليون زيارة شهرياً لويكيبيديا العربية، وهو رقم مرتفع. ولكن ما يهمنا أيضاً هو أن المنطقة العربية هي منطقة جديدة على عالم الإنترنت، ولا زال نسبة الوصول إلى الإنترنت في المنطقة في نمو مستمر، بل وهي من الأكثر نمواً عالمياً. لذلك يهمنا ليس فقط أن ننظر إلى عدد الزيارات الحالي، وإنما أيضاً إلى كيفية تغير عدد الزيارات عاماً بعد عام. وهذه الإحصاءات ترينا كيفية التغير منذ سنة 2019 إلى العام الحالي في عدد زيارات كل نسخة من نسخ ويكيبيديا الكبرى 20. وكما نرى فويكيبيديا العربية تحل في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث سرعة نمو الزيارات، فربما لا نكون حالياً
من أعلى النسخ في عدد الزيارات الكلي، ولكن المستقبل ينبئ بأن مرتبة ويكيبيديا العربية في الزيارات سوف تستمر بالارتفاع، وسوف يكون هناك إقبال أكبر وأكبر على الموسوعة وقراء أكثر، وهذا أمر إيجابي جدا. الأمر الآخر الذي بصراحة أود أن ألفت النظر إليه، وهو بالنسبة لي من أهم الإحصاءات التي ننظر إليها هنا، هو كمية الإقبال على ويكيبيديا العربية مقارنة بمنافسيها أو باللغات الأخرى التي قد يقرأها سكان العالم العربي. فهنا إحصائية تنظر إلى البلدان العربية بلداً بلداً، وعذراً إن كان الجدول ليس واضح جداً أو الخط صغير، ولكن هذه الإحصائية ترينا عدد القراء من كل بلد عربي الذين يختارون قراءة ويكيبيديا العربية مقارنة بأكبر المنافسين لها في المنطقة، وهم اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية في بعض البلدان العربية. وترينا هذه الإحصائية عدد زيارات بالملايين، يعني مثلا 52 زيارة في السعودية يعني 52 مليون خلال عام 2021 أو خلال شهر واحد فقط من عام 2021، ونرى أن اللغة العربية هي حاليا اللغة الأكثر إقبالا في الغالبية العظمى من البلدان العربية. إن قارنا هذه الإحصاءات بما كانت عليه قبل 6 سنوات نجد أن وضع اللغة العربية ارتفع بشكل مبهر، فقد كان هناك إقبال أضعف بكثير عليها. في مثال كمثال العراق الذي نراه هنا الآن بالخط الأحمر، كان هناك انعكاس كامل بالإقبال على النسخة الإنجليزية مقابل العربية، فقبل 6 سنوات فقط كان تقريبا 3/4 الزوار من العراق يختارون القراءة باللغة الإنجليزية، والآن أصبح 3/4 زوار العراق يختارون قراءة ويكيبيديا باللغة العربية. وهذه إحصائية مهمة جدا لأنها ترينا أن الإقبال على ويكيبيديا العربية يزيد، وأن الناس أصبحوا يرون محتوى لائق يستطيعون أن يقرأوه ويستطيعون أن يستفيدوا منه بلغتهم الأم بدل التوجه إلى اللغة الإنجليزية أو إلى اللغة الفرنسية. وهذا التغير نراه تقريبا في جميع البلدان العربية، هناك تغير إيجابي في الزيارات على مستوى العالم العربي ككل، وإقبال أكبر بكثير على النسخة العربية. الأمر الآخر الذي أريد النظر إليه في موضوع الإيجابيات هو موضوع الجودة. فويكيبيديا العربية عادة تتلقى انتقادات كبيرة بخصوص موضوع جودتها أو أدائها من حيث محتوى المقالات، وأنها تركز على الأعداد وفيها الكثير من البذور، وسوف نأتي إلى موضوع البذور فيما بعد، ولكن قبل ذلك يمكننا أن نأخذ نظرة أدق على موضوع الجودة وكيف يمكننا أن نقيس جودة الموسوعة العربية. بصراحة موضوع عنوان هذه الشريحة فيه خطأ، في الحقيقة هذا ليس مؤشر العمق، وإنما هذا مؤشر مختلف لقياس جودة ويكيبيديا يعتمد على دراسة عينة معينة من المقالات. فطريقة عمل هذا المؤشر هو أنه هناك أجهزة أو برامج مؤتمتة تقوم بالنظر إلى عينة محددة من المقالات تسمى المقالات التي يجب أن تكون في كل ويكيبيديا أو المقالات التي تحتاجها كل ويكيبيديا، وهي عبارة عن 1000 مقالة من المقالات التي قرر المجتمع أنها من أهم المقالات والمقالات التي يجب أن نراها في جميع نسخ ويكيبيديا في كل اللغات. بعد ذلك يقوم البرنامج بالنظر إلى حجم كل مقالة من هذه المقالات وإلى كمية المحتوى التي فيها، ويقوم بقياسها بعدد الكلمات، ويقوم بمقارنة عدد الكلمات في المقالة بمؤشر معين يخبرنا بعدد الكلمات التي تستخدمه كل لغة مقارنة باللغات الأخرى. هذه الفكرة معقدة بعض الشيء ولن أستطيع الدخول في تفاصيلها الآن، ولكن ما يهم هو أن بناء على معادلة رياضية معينة يقوم هذا البرنامج باستخلاص نسبة مئوية تعبر عن متوسط جودة المقالات، هذه المقالات في كل نسخة من نسخ ويكيبيديا. وما نرى هنا هو أن النسخة العربية رغم أنها ليست ضمن المراتب العليا ولكنها تأتي في المرتبة 10، وهذا ترتيب جيد جداً وهو أعلى بكثير من ترتيب ويكيبيديا العربية من حيث عدد المقالات، مما يعني أنه فعلياً ويكيبيديا العربية متوسط جودة مقالاتها أعلى من متوسط الجودة المعتاد أو المتعارف عليه في مختلف نسخ ويكيبيديا. وفي الحقيقة إن نظرنا إلى هذه الإحصائية بدقة أكثر فنجد أنه هناك بشكل عام تحيز من مقارنة النسخة العربية بالنسخة الإنجليزية، لأن ويكيبيديا الإنجليزية من حيث جودتها أعلى بنسبة لا يمكن مقارنتها بأي لغة أخرى أو بأي نسخة أخرى، وبالتالي فإن مقارنة ويكيبيديا العربية فيها قد تكون ظالمة، ولكن إن نظرنا إلى النسخ ككل نجد أن جودة العربية بشكل عام كبيرة. الأمر الآخر الذي قد يعبر عن الجودة بالنسبة لنا هو موضوع المحتوى المختار، فالمقالات المختارة هي أهم مقالات ويكيبيديا وأكثر ما يظهر عناية المجتمع بجودتها وبإخراج مقالات ذات مستوى فائق.
وإن نظرنا إلى عدد المقالات المختارة قد نجد أن مرتبة ويكيبيديا العربية بشكل عام معتدلة، فهي تأتي ضمن أعلى 15 نسخة، ونجد أن بعض اللغات الصغيرة جدا مثل العبرية والكرواتية والكتالانية قد تتفوق عليها بشكل كبير بعدد المقالات المختارة. ولكن هذه الإحصائية قد تكون خادعة، لأنه فعلياً ويكيبيديا العربية فيها عدة أنواع من المحتوى المختار، بما فيها المقالات المختارة والمقالات الجيدة والقوائم المختارة. والواقع هو أنه معظم نسخ ويكيبيديا حسب ما وجدته من هذه الدراسة تعتمد بشكل رئيسي على المقالات المختارة، وكثير منها ليست فيها أنواع أخرى من المحتوى المختار. لذلك حينما ننظر إلى المحتوى المختار ككل، أي حينما نجمع المقالات المختارة والمقالات الجيدة معاً، نجد أنه ترتيب ويكيبيديا العربية يرتفع بشكل كبير جدا من المرتبة رقم 13 أو 14 إلى المرتبة الثامنة عالميا من حيث عدد المقالات أو المحتوى المختار فيها ككل، وهذه مرتبة مرتفعة جدا وتنافس بعض أكبر نسخ ويكيبيديا عالميا، وتظهر فعليا أنه هناك إقبال كبير على المحتوى على الجودة حاليا في النسخة العربية. هذه كانت بعض الأمور الإيجابية، ولكن علينا أيضاً أن ننظر إلى النصف الفارغ من الكأس، لأننا نريد كما أمل أن نملأه، ولذلك علينا أيضاً أن نعرف ما هي المشاكل التي تعاني منها ويكيبيديا العربية رغم هذه الإيجابيات. الأمر الأول الذي سوف أبدأ فيه قد يكون مفاجئ بعض الشيء، وهو موضوع عدد المقالات. ينظر عادةً إلى ويكيبيديا العربية على أن فيها كثير من المقالات أو كثير من البذور، وبالتالي فنحن لسنا بحاجة للمزيد من المقالات، وإنما بحاجة للمزيد من الجودة أو للمزيد من المقالات المتميزة أو المحتوى المختار. ولكن فعليا ما تظهر لنا الإحصاءات هو أن عدد المقالات في ويكيبيديا العربية هو في الحقيقة لا يزال، رغم الاستخدام الكبير للبوتات في توسيع هذا العدد، لكن لا يزال عدد المقالات واحدة من أكبر المشكلات التي تعاني منها النسخة العربية. في الحقيقة إن قارنا عدد مقالات النسخة العربية بعدد المتحدثين، نجد أنها تقريباً أسوأ لغة على مستوى العالم بعدد المقالات المتوفرة لكل متحدث، فهنا نجد النسبة هي تقريباً الأسوأ ولا يسبقها إلا الصينية. ولكن في الحقيقة اللغة الصينية ليست أساس جيد للمقارنة، لأنه كما قد تعرفون فإن ويكيبيديا محجوبة في الصين، والصين بشكل عام تعتمد على موسوعات وموارد للمعرفة خاصة فيها وليس على موسوعة عالمية مثل ويكيبيديا، بينما في اللغة العربية نحن مضطرون للاعتماد على ويكيبيديا، ولذا تصبح هذه النسبة سيئة جدا، ويصبح عدد المقالات بحد ذاته إن قارناه باللغات الأخرى الرسمية للأمم المتحدة، نجد أن عدد المقالات في اللغة العربية ضئيل جدا وأقل بنصف مليون مقالة عن النسخة التالية وهي اللغة الإسبانية. الأمر الآخر المؤسف هو أنه رغم قلة عدد المقالات للمتحدثين، ولكن أيضاً عدد البذور كبير، وقد يبدو هذا الأمر متناقض مع ما ذكرناه قبل قليل عن أن جودة ويكيبيديا العربية مرتفعة، وسوف أفسر هذا الأمر أو أشرح هذا الأمر خلال دقيقة واحدة. ولكن فلنبدأ بعدد البذور. هذه المقارنة ليست شاملة، فبالحقيقة ليست هناك طريقة للنظر حسب ما وجدت إلى عدد البذور في كل نسخة من نسخ ويكيبيديا، ولكني حاولت الوصول إلى نسخ معينة تقوم لديها تصنيفات تجمع العدد الكلي للبذور في تلك النسخة، وما وجدته هو أنه من كل النسخ التي استطعت الوصول إلى هذه البيانات فيها، كانت العربية هي الأسوأ، ليس فقط في عدد البذور الكلي، وإنما أيضا في نسبة هذه البذور من محتوى الموسوعة الكلي، وهي تصل حاليا إلى 81% تقريبا، وهي نسبة مخيفة جدا، وتظهر الاعتماد الكبير جدا على المحتوى الآلي في ويكيبيديا بدل من الاعتماد على المقالات التي ينشئها المستخدمين والتي يكون فيها محتوى مفيد. الآن هناك كما ذكرت قد يكون هناك بعض التناقض مع ما قلت أنه هنا أن جودة ويكيبيديا العربية بشكل عام ليست سيئة، والتفسير لهذا الأمر هو أنه هناك تباعد كبير في جودة المقالات ضمن النسخة العربية. فصحيح أنه هناك عدد كبير من المقالات المختارة نسبياً، وأنه هناك عدد كبير من المقالات ذات الجودة المرتفعة، ولكن هناك أيضاً عدد كبير جداً من المقالات ذات الجودة المنخفضة جداً، وما نرى هنا إن قارنا ويكيبيديا العربية بالنسخ الأخرى هو أن الفجوة بين البذور وبين المحتوى المختار فجوة ضخمة جداً، بحيث أنه هناك عدد أكبر مما هو متوقع من المقالات المختارة، وهناك أيضاً عدد أكبر مما هو متوقع من البذور، وبالتالي فإن الجودة الكلية لويكيبيديا العربية هي جودة متوسطة ربما نقول، ولكن هناك كثير من البذور وكثير من المقالات العالية في جودتها. وأتمنى أن يكون هذا التفسير مفيد، لأنني مضطر إلى الانتقال إلى النقطة التالية، وهي بخصوص حجم المجتمع. حجم المجتمع بالنسبة لي هو المؤشر الأهم والمؤشر النهائي على
جودة وعلى مستقبل كل موسوعة، لأنه أهم شيء في ويكيبيديا هو المتطوعين والمحررين الذين يصنعون محتواها والذين يساهمون فيها. وطالما لدينا محررين وطالما لدينا مجتمع فهذا يضمن لدينا النمو المستقبلي. حتى لو كانت موسوعتنا الآن ضعيفة أو فيها كثير من البذور، فإن وجود المجتمع يكفي لكي يضمن لنا أن يكون هناك مستقبل ويكون هناك نمو ويكون هناك تصوير عند مرحلة معينة لهذه البذور. لذا من المهم جدا أن ننظر إلى أعداد المساهمين، من جهة أولى عدد المساهمين الحاليين، ومن جهة أخرى عدد المساهمين المستقبليين أو الجدد. سوف نبدأ بعدد المساهمين الحاليين أو المساهمين النشطين، وهم المساهمون الذين لديهم 5 تعديلات على الأقل في كل شهر. وإن نظرنا إلى عددهم الكلي فنجد بنظرة سريعة جدا أنه ضئيل للغاية إن قورن بالنسخ الأخرى. هذه الرسم البياني بالحقيقة فيه بعض الأخطاء، ولكنه يعبر إلى حد ما عن مستوى الفجوة بين اللغة العربية وبين اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة. وما نراه إن نظرنا إلى المجتمع العربي ككل هو أنه مجتمع متوسط الحجم، ففي الحقيقة عدد المساهمين في ويكيبيديا العربية حاليا لا يكفي أبدا لكي تكون أهل للمنافسة مع اللغات الكبرى مثل الألمانية أو الفرنسية، لأن الفرق يعني هو فرق ليس بنسبة بسيطة، وإنما فرق بخمس أضعاف وعشر أضعاف ونسب شبيهة. وبالتالي فإن ردم الفجوة لا زال يحتاج إلى فترة طويلة جدا. لكن العبرة ليس فقط بعدد المساهمين الحالي، وإنما بعدد المساهمين المستقبلي. إن نظرنا إلى عدد الوافدين الجدد، وهو ما تحدثت عنه أيضا في الجلسة السابقة مع زميلي حبيب حينما كان يتحدث عن عمل فريق النمو، نجد أنه بشكل عام الفجوة بين الوافدين الجدد على المستوى العربي وبين اللغات الأخرى ليست كبيرة جدا إن قلنت بالفجوة في عدد المساهمين. فكما رأينا قبل قليل الفجوة في عدد المساهمين تصل إلى 10 أضعاف، وأما الفجوة في عدد الوافدين الجدد فهي فجوة صغيرة جدا. وإن نظرنا أيضا إلى نسبة النمو في عدد المساهمين الجدد فنجد أن الوافدين الجدد يتناقصون في معظم نسخ ويكيبيديا بينما هم يتزايدون في النسخة العربية. هذا الجدول قد يكون صعب القراءة بعض الشيء، ولكن المربعات الخضراء تظهر السنوات التي فيها تغير إيجابي في عدد الوافدين الجدد في كل لغة حسب العام. فهذه الأعوام منذ إنشاء ويكيبيديا وحتى عام 2018 وهو آخر عام وجدت في هذه الإحصاءات. وحسب ما نرى أن ويكيبيديا العربية تنبئ أو تبشر بأن عدد الوافدين الجدد فيها ليس فقط جيد وإنما هو أيضا يزداد باستمرار، بينما في النسخ الأخرى هو يتناقص باستمرار. وما قد يخبرنا في هذا الأمر هو أنه على المدى الطويل سوف نجد أن عدد المساهمين الجدد في ويكيبيديا العربية سوف يتساوى مع النسخ الأخرى، وبالتالي قد نأمل على المدى البعيد يعني خلال سنوات كثيرة أنه المجتمع العربي في النهاية سوف ينمو إلى حجم شبيه بالمجتمعات الأخرى. هذا هو الخبر الإيجابي، ولكن الخبر السلبي أو الخبر المؤسف هو أنه بالرغم من الزيادة الجيدة أو الزيادة الكبيرة في الحقيقة في عدد المساهمين الجدد، نحن لا نرى زيادة كافية تتوازى مع هذه الزيادة في عدد المساهمين النشطين. فرغم أن عدد المساهمين الجدد في ويكيبيديا العربية كبير، إلى أن زيادة عدد المساهمين النشطين ما تزال ضئيلة جدا وبطيئة جدا جدا، مما يعني أنه معظم الوافدين الجدد يدخلون إلى ويكيبيديا العربية ويخرجون منها بنفس السرعة. فهؤلاء الوافدين يدخلون إلى ويكيبيديا ولكنهم يختارون الرحيل وليس البقاء، وبالتالي فإن حجم المجتمع العربي يتغير بنسبة قليلة جدا. وفي الحقيقة الأمر المحبط هو أنه المجتمعات الأخرى والتي هي أصلا أكبر بكثير من المجتمع العربي ما تزال تنمو بسرعة أكبر من المجتمع العربي. فويكيبيديا الألمانية يزيد عدد المساهمين النشطين فيها سنويا أكثر مما يزيد عدد المساهمين في ويكيبيديا العربية، وبالتالي فإن الفجوة تكبر وتكبر عاما بعد عام. سوف أنتقل الآن إلى أمر أخير بخصوص حجم المجتمع وأمر معبر عن نشاط المجتمع، هو موضوع الإداريين. أنا برأيي أن الإداريين هم من أهم مؤشرات العمل في ويكيبيديا، لأنه في النهاية معظم مهام الصيانة ومعظم المسؤوليات العمل في رقابة الموسوعة تبقى موكلة إلى الإداريين رغم المساعدة التي يتلقونها من المجتمع. وإن نظرنا إلى ويكيبيديا العربية نسبة إلى حجم مجتمعها فنجد أن نسبة الإداريين فيها أو عدد الإداريين ليس متناسباً أبداً مع حجمها من حيث عدد المقالات، ولا أيضاً مع حجم المجتمع من حيث عدد المساهمين النشطين فيه. فإن هذه اللقطة فيها عينة فقط من نسخ ويكيبيديا التي يزيد عدد مقالاتها عن 1,000,000 مقالة، وهي الفئة التي تحتلها ويكيبيديا العربية حالياً.
ولكن مكان ويكيبيديا العربية في هذه القائمة لا يتناسب أبداً مع مجتمعها. وبالحقيقة نجد أن عدد الإداريين في ويكيبيديا العربية قريب جداً من عدد الإداريين في نسخ أخرى لها مجتمع أصغر بكثير. فمثلاً إذا نظرنا إلى اللغة الفيتنامية وهي تظهر مباشرة تحت اللغة العربية في هذا الجدول، نجد أن عدد المستخدمين النشطين فيها هو نصف عدد المستخدمين النشطين في ويكيبيديا العربية، ورغم ذلك فإن عدد الإداريين فيهما شبه متساوٍ. وأما أن نظرنا إلى النسخة الهولندية وهي في السطر الذي يلي اللغة العربية، نجد أن النسخة الهولندية فيها عدد أقل من المستخدمين النشطين من ويكيبيديا العربية، ورغم ذلك فيها تقريباً ضعف عدد الإداريين أو تقريباً زيادة 50% في عدد الإداريين. هذه الفجوات تظهر بصراحة قلة الاهتمام بتشجيع المستخدمين على تبوأ مسؤوليات وتبوأ مهام أكثر، وهو أمر قد يكون له علاقة بمشكلة الوافدين الجدد وقلة استقطاب الوافدين الجدد. ولكن في الحقيقة هذه الدراسة لا تستطيع أن تعزو الأسباب الدقيقة لهذه المشكلات، وإنما هي فقط تظهر لنا المشكلات الموجودة. هذه إحصائية أيضا تتعلق بموضوع الإداريين، وهي تظهر عدد الإداريين الموجودين نسبة لعدد المقالات في الموسوعة، لأنه في النهاية الإداريين مسؤولين بدرجة أو بأخرى عن صيانة مقالات الموسوعة أو القيام بمهام الصيانة على الأقل. ونجد في ويكيبيديا العربية مرة أخرى أن هناك عدد كبير جدا من المقالات نسبة لعدد الإداريين، وبالتالي فإن هؤلاء الإداريين تحت عبء كبير جدا جدا. طبعا ارتفاع النسبة في هذه الإحصائية هو أمر سلبي وليس إيجابي، لأنه يعني أن هناك عدد أكبر من المقالات التي على كل إداري أن ينظر فيها، وهو في هذه الحالة يتجاوز 4000 مقالة للإداري الواحد أو 40000 مقالة. عذرا أخطأت في خانة. الأمر الأخير هو بخصوص موضوع التقنية أو العناية بالأدوات التقنية، وهو بصراحة موضوع طويل ويصعب قياسه، وزميلنا جار الله أضاف مشكورا شرحا تفصيليا لهذه المسألة في صفحة الوكي الخاصة بهذه المراجعة. ولكن الخلاصة بخصوص موضوع التقنية هو أنه تقريبا أسهل مؤشر لقياسه بهذا الخصوص هو عدد البوتات، وكما نرى فإن عدد البوتات النشطة في ويكيبيديا العربية مثير للشفقة حقيقة إن قورن بأي نسخة أخرى من نسخ الوكي الكبرى، بل وإن تقريبا نصف البوتات التي ترونها وهي فقط 24 هي في الحقيقة بوتات عالمية مسجلة على ويكيبيديا العربية وليست بوتات يشغلها مستخدمون عرب. هذا كان ملخص لما وجدت من خلاصات هذه الدراسة، ولكن الهدف ليس فقط أن ننظر إلى هذه الجوانب بسلبياتها وإيجابياتها، وإنما الأهم بصراحة هو أن يكون هناك عمل بناء على نتائج هذه الدراسة وعلى ما آمل نتائج دراسات أخرى، لكي يكون هناك عمل فعلي أو خطة فعلية لكيفية علاج هذه المشكلات وكيفية تطوير ويكيبيديا العربية بطريقة منهجية أكثر أو طريقة مدروسة أكثر. لأنه من تجربتنا في الاستراتيجية نجد أن التطوير المنهج والتطوير القائم على معرفة مكامن المشكلة يمكنه أن يأتي بنتائج أكبر بكثير. التوصيات هذه هي توصيات بصراحة أنا خرجت فيها، وهي مجرد استنتاجات بسيطة واستنتاجات كما قد أقول يعني مبدئية جدا بناء على النتائج التي وجدتها. وبصراحة أتمنى أن يكون هناك تجاوب من المجتمع مع الدراسة التي نشرتها، وأن يكون هناك تعليقات أكبر حيال كيفية معالجة المشكلات التي توصلنا إليها وكيفية الخروج بخطط واضحة أكثر أو مدروسة أكثر لعلاجها. الأمور الرئيسية والتي علي الآن أن أنهيها في دقيقتين هي تشجيع الوافدين الجدد، وكما رأينا فإن مشاريع مثل مشروع فريق النمو الذي يعمل عليه الزميل حبيب تؤدي بالفعل عمل كبير وعمل مهم في هذا الخصوص، ولكن أيضا يمكن لمجموعات المستخدمين ولمؤتمرات مثل مؤتمر وكي عربية هذا أن يكون لديها دور كبير في موضوع الاستقطاب. الأمر الآخر هو يجب أن يكون هناك تحفيز للمستخدمين لتبوأ المسؤوليات والمهام الأكبر، وخصوصا المهام الإدارية بصراحة أنا أجد ضرورة عاجلة جدا ولا يمكن تأجيلها لزيادة عدد الإداريين في النسخة العربية. يجب أن يكون هناك تواصل ولقاءات أكبر ضمن المجتمع لتشجيع الحفاظ على المستخدمين الموجودين، لأنه المجتمع يتكون حينما يكون هناك إحساس بالانتماء وإحساس بأن الشخص هو جزء من هذا المجتمع، وهذا أمر لن نحصل عليه إلا إن كان هناك لقاءات وتواصل أكبر مثل اللقاء الجميل الذي يجمعنا هنا اليوم. يجب أن يكون هناك تسهيل لطرق تطوير المحتوى المختار، فكما رأينا المحتوى المختار في ويكيبيديا العربية كبير نسبيا، ولكن ذلك لأنه هناك مقالات مختارة وأيضا مقالات جيدة. ولكن إحدى النقاط التي لم أستطع الحديث عنها هي أن عدد المقالات المختارة والجيدة في ويكيبيديا العربية متساوٍ، وهذا يعني
يعني أننا لا نستفيد من وجود فئات مختلفة للمحتوى المختار لتسهيل شروط المحتوى المختار بوجود مقالات جيدة تكون شروطها أسهل ووجود مقالات مختارة تكون شروطها أصعب، ولكن في ويكيبيديا العربية نحن لا نستفيد من وجود هاتين الفئتين. نحتاج إلى خبرات تقنية أكبر، ونحتاج أيضا إلى وجود خطط منهجية كما قلت لعلاج هذه المشكلات المختلفة. شكرا لحسن استماعكم، وأرى أن الزميل كمال يريد إخباري أن الوقت قد انتهى، ولكن بالتأكيد أرحب بأي وقت أن تراسلوني لمناقشة نتائج هذه الدراسة ومناقشة أي دراسات أخرى أو مشاريع للعمل على المشكلات التي وجدناها في عبر هذه التحليلات. شكرا للجميع، وألقاكم في محفل آخر. شكرا لك أستاذ عباد ديرانيا على هذا التقديم الموفق إلى حد كبير في تقديم حصيلة عامة ومراجعة عامة لحال مشاريع الويكي عربية، والتي كانت مليئة بالأرقام والاستنتاجات العامة التي تسير على مدار السنوات من وجود المجتمع الويكيميدي العالم العربي أو المجتمعات العربية أو الويكي العربية. أريد أن أذكر كذلك المستمعين أو المتابعين أن الأستاذ عباد كان له كتاب موصوم بحكاية ويكيبيديا الذي صدر في عام 2017، وهو عن قريب لتقديم كتاب ثاني بعنوان فن التعريب، للتذكير أن أيضا حكاية ويكيبيديا هو أول كتاب يتحدث عن ويكيبيديا العربية. بالتالي سنحاول أن نستجمع النقاش. لدي بعض الاستفهامات، ولكن قبل ذلك لو سمحت إن بقيت معنا سأذهب مباشرة إلى آخر المتدخل ليبقى لنا وقت النقاش، ويكون بينك وبين الأستاذ مصعب زياد محمد بنات لنناقش في الأخير كل ما تضمنته هذه المداخلتين.